السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا كيوصلوني مجموعة من الأسئلة في لي كومونتير. من أهم هذه الأسئلة هو فوقاش غادي يعطيونا النتائج، كيفاش غيوصلونا هذه النتائج بالنسبة للسلك الإعدادي. دونك غادي نجاوب في هذا الفيديو على مجموعة من الأسئلة اللي حطيتوها لي في لي كومونتير مختلف الفيديوهات اللي درتهم في القناة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون خاص بتاريخ الإعلان عن نتائج السلك الإعدادي. دائما الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، ابقوا معي. إذا تاريخ الإعلان على النتائج بناء على مجموعة من المعطيات المهمة. إذا هذا التاريخ اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو هو فقط تقديري بناء على مجموعة من المعطيات المهمة اللي غادي نذكرها لكم، وغادي نبين لكم بالملموس فوقاش غادي يعطيكم نتائج إن شاء الله، وفوقاش غادي تكون هذه النتائج واجدة. معايا. إذن من بين المعطيات المهمة التي ستتحكم في موعد الإعلان عن نتائج السلك الإعدادي هو الحسم في توجيه التلميذات والتلاميذ، خاصة بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي إعداد. إذن من بين المعطيات المهمة جدا في الإعلان على النتائج هو مسألة التوجيه بالنسبة للناس ديال ثالثة إعدادي، اللي كما كنعرفوا مطالبين أنهم يختاروا المسلك اللي غادي يمشيو فيه في التعليم الثانوي إن شاء الله. إذا هنايا مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للتدبير الرقمي لمسطرة التوجيه المدرسي والمهني، هذه شفناها قبل في فيديو ديال التوجيه اللي غادي نذكر لكم فيها هنايا فقط رابط الأحداث. غادي نربط لكم احداث المتعلقه بالتوجيه مع موعد الاعلان عن النتائج. اذا هنايا كما كتشوفوا مجموعه من الاجراءات، هنايا التهيئه ديال الحسابات كما قلنا، هنا ولوج التلاميذ يعني بدايه التوجيه من 6 ل 19، هنايا المؤسسه التعليميه كتمسك داك الرغبات قبل 4 يوليوز، هنا انعقاد لجان الاختيار الاولي من 9 ل 11 يوليوز، وهنا انعقاد مجالس الاقسام الخاصه بالتوجيه للحسم في اختيارات التلاميذ. اذا كما كتشوفوا هاد عملية التوجيع موزعة من بداية يوليو حتى 18 يوليوز، 18 شهر 7. إذا كما كتلاحظوا ومنطقيا بأنه منين غادي نمشي ونديرو مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه خصهم يكونوا النتائج واجدين، باش نقولوا هاد التلميذ غادي يتوجه لهاد السلك هذا، وهاد التلميذة غتوجه مثلا لهاد السلك هذا، خصنا يكون عندنا ديجا النتائج ديال التلاميذ. ميمكنناش نوجهو حنا تلميذ ديجا في الأصل هو ساقط، مفهوم؟ ميمكنناش نوجهو واحد التلميذة أو التلميذ اللي هو أصلا راسب من الأصل. إذا حنا كنوجهو فقط التلاميذ اللي ناجحين. إذا بالنسبة النتائج ان شاء الله غادي تكون واجده قبل هذا التاريخ هذا، قبل من 14 شهر 7 غادي تكون واجده، لكن التسليم ديال النتائج فوقاش غادي يكون، فوقاش غادي يصيفطوا لكم هاد النتائج، هادشي اللي غادي نعرفوه دابا. شوفوا معي. إذا مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه للحسم في اختيارات التلاميذ من 14 ل 18 يوليوز. إذا بما أن مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه ستقام في الفترة الممتدة بين 14 و 18 يوليوز، وأن بداية شهر يوليوز سيتزامن مع امتحانات البكالوريا، يعني سيتم تكليف الأساتذة والأستاذات ديال السلك الإعدادي بحراسة امتحانات البكالوريا دورة يوليوز 2020. يعني البداية شهر يوليوز غادي يكونوا الأساتذة مشغولين مع الحراسة ديال التلاميذ ديال البكالوريا، يعني ممكن لهم ديك الساعات يخدموا في نتائج تلميذات وتلاميذ السلك الإعدادي. يعني وبالتالي حسب كل هذه المعطيات يمكن توقع وبشكل شبه رسمي أن النتائج ستكون موجودة أواخر شهر يوليوز المقبل إن شاء الله. يعني في الأخر ديال شهر يوليوز غادي يكونوا النتائج بالتأكيد الأخر ديال شهر 7، من بعد 20 في شهر 7، يعني 18 هو آخر يوم ديال الحسم في التوجيه، نهار 20 إن شاء الله غادي تكون بداية توزيع النتائج إن شاء الله. وبالنسبة للنتائج ديال الأولى إعدادي والثانية إعدادي غادي تكون واجدة قبل هذا التاريخ، لكن التوزيع غادي يكون بشكل عام في واحد التاريخ محدد. بالنسبة لطريقة التوصل بالنتائج، سيتم اعتماد مجموعة من الأمور. إذا هذه الطريقة ديال التوصل بالنتائج، مجموعة ديال الأسئلة كيوصلوني، كيفاش أستاذ غادي نتوصلوا بهاد النتائج؟ واش غادي يصيفطوها لنا مع سائل بريد، ولا غادي يمشيو نجيبوها من المؤسسات، ولا غادي يشوفوها في الانترنت؟ مجموعة من الأسئلة كتطرح يوميا في مجموعة من الفيديوهات. إذا حسب مجموعة من المعطيات وكذلك حسب الحالة الوبائية، أتوقع هاد ثلاثة ديال النقاط وثلاثة ديال الطرق التي سيتم اعتمادها للتوصل بالنتائج.
إذن أولا، فضاء المتمدرس باستخدام حساب مسار الخاص وكلمة المرور الممنوحة لهم من طرف إدارة المؤسسة. يعني أولا ممكن داك النتائج فقط تبان في فضاء المتمدرس باستخدام حساب مسار، يعني كتدخل الحساب ديالك في مسار، كتكتب مسار أروباز تعليم بوما وتكتب الكود ديالك يعني القن السري اللي عطاتكم الإدارة، وغادي تدخل وغادي تشوف النتيجة ديالك. هذه أول طريقة ممكن اعتمادها. الطريقة الثانية هو اعتماد مواقع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية. مواقع ديال الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ممكن يكون فيها النشر ديال النتائج تلميذات وتلاميذ السلك الإعدادي لتفادي الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية. الاحتمال الثالث هو في حالة رفع حالة الطوارئ الصحية، يمكن للمؤسسة إرسال النتائج عبر البريد. إذا كما كنعرفوا بأن الحالة ديال الطوارئ ما غادي تدومش بزاف، إذا نفترضوا بأنه الحجر الصحي سالة، ولكن ما غاديش تكون كاين الإمكانية أنك تمشي للمؤسسة وتجيب النتيجة ديالك. إذا الحل الأمثل في هذه الحالة هو أن المؤسسة ترسل هذه النتائج عبر البريد للدور ديال التلاميذ، كل تلميذ توصل له النتيجة ديالك للدار. في هذه الحاله غادي نتفاداو داك الاكتظاظ وغادي نتفاداو مجموعه من الامور. اذا طريقه التوصل بالنتائج كما ذكرت هنايا ثلاثه ديال النقاط: اولا باعتماد فضاء المتمدرس، ثانيا مواقع الاكاديميات الجهويه والمديريات الاقليميه، وثالثا يعني ارسال النتائج عبر البريد، يعني كل تلميذ ياخذ النتيجه ديالو في منزله. اذا كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو بانه هذه كلها مجرد توقعات بناء على مجموعه من المعطيات المهمه. اذا في انتظار مذكره رسميه من طرف وزاره التربيه الوطنيه. شكرا لكم على المتابعه، هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري تشكركم على التفاعل، تشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.